بعد مرور 48 عاماً من عمر النهضة، نفخر ونحن في ظل القيادة الحكيمة بدفع عجلة التقدم بدءاً ببنك التضامن للإسكان. لقد تم تأسيس بنك التضامن العماني في عام 1997 من قبل مجموعة من المستثمرين العمانيين، وكان الهدف منه تقديم القروض الإسكانية للمواطنين العمانيين، وكذلك أيضاً دعم الحكومة في تقديم هذه القروض. وخلال هذه الفترة تم تقديم الكثير من القروض للمواطنين العمانيين، وتطور البنك خلال هذه الفترة إلى أن تم تحويله إلى بنك تجاري لتقديم خدمات الإسكانية والتجارية وإلى آخره، ليساهم مساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد العماني. بدايتنا في عام 2008، حيث أن خبرتنا تنبع من التراث الملهم للتميز. القصة بدأت في عام 2006 عندما استحوذت شركة أونيك القابضة على حصة كبيرة في بنك التضامن الإسكان في ذلك الوقت. عندها كنت شخصياً رئيس مجلس إدارة أونيك القابضة، وبالتالي أصبحت رئيس مجلس إدارة بنك التضامن، وارتأينا مع إخواني أعضاء مجلس إدارة في ذلك الوقت ومع كبار المساهمين في البنك أنه بإمكان هذا البنك أن يتحول إلى بنك تجاري شامل يقدم مختلف الخدمات المصرفية التي تحتاجها السلطنة في تلك المرحلة. ساعدنا في أن نبحث عن الشريك الاستراتيجي المناسب، وهناك تم التوصل إلى الاتفاق مع البنك الأهلي ومقره في البحرين ليدخل كمستثمر رئيسي في بنك التضامن، ومن ثم نتحول معه إلى مسمى جديد باسم البنك، والذي أصبح الآن ماثلاً أمامنا يقدم أحد أفضل الخدمات المصرفية في السلطنة، والحمد لله. إنجازاتنا المتميزة في طيف الأعمال المصرفية هي ما يحفزنا. ملتزمون بشغف المسؤولية في دعم التنمية المستدامة التي تضمن نمو هذا الوطن. البنك الأهلي يلعب دور فعال في تمكين أوربك من تحقيق استراتيجياتها، وهذا عن طريق تمويل مشاريع أوربك المختلفة. البنك الأهلي وبشراكة مع البنك الأهلي المتحد هو الممول الاستراتيجي لمشروع خط أنابيب مسقط وصحار ومحطة جفنين. نشارك لنصل لما هو صعب المنال، لنمكن أبناء الوطن من تحقيق أحلامهم وبناء مستقبلهم. أنا اخترت بنك الأهلي العماني من حيث التسهيلات، تسهيلات ممتازة جداً وميسرة، ونفس الشيء أنه الموظفين في الحقيقة يعني يستقبلون استقبال جيد واحترامهم ممتاز جداً للزبون. لهالسبب أنا اخترت أخيراً البنك الأهلي العماني. لنوصل خدماتنا المصرفية الخاصة بتجربة تضمن نمو ثروات عملائنا المتميزين. أنا وجدت بأن بنك الأهلي كان له دور كبير بالحقيقة في مساندتنا، ونحن كشركة تجارية لهم مواقف مشرفة بالحقيقة في مراحل مختلفة من التعاملات، شاء كانت في تمويل، في إيجاد التمويل للتجاري، أو التمويل في الاستثمار، أو التمويل في الاستثمار في استثمار اللي نسميها assets اللي هي ممتلكات بالحقيقة. نتميز بخدماتنا المصرفية الإسلامية منذ عام 2013 بسبعة فروع في مختلف أنحاء السلطنة. مزايا رزدن مكون من 300 شقة، تم الانتهاء من ومحلات تجارية على أرض 23,000 متر تقريبا مربع. فضل الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء من المرحلة الأولى ومن المرحلة الثانية، وحاليا في صدد الدخول في المرحلة الثالثة. فكان بنك الهلال أمانة هو البوابة الرئيسية لدخولنا في السوق العماني، وفضل الله سبحانه وتعالى ما لقينا منهم إلا كل تعاون وسعة صدر ورحابة في التعامل. اليوم احنا التقينا مع كبار مسؤولين، هم كنا نحس إلا أنهم واحد من فريق العمل. اليوم التقينا وياهم في الكويت يمكن أكثر حتى ما التقينا وياهم في سلطنة عمان، فكان هذا التبادل مميز جدا بيننا وبينهم، وهذا فعلا شفناها ميزة فعلية بيننا، لأن ما حسينا أن هم
فعلا كبنك وعميل، ولكن حسينا ان احنا فريق عمل واحد يعمل داخل السلطنة. رحلتنا هي رحلة التزام بما تعهدنا به لنعطي النتائج مفهوما اخر في مسار التطور السريع، حيث انه قدر مجموع الاصول للبنك الاهلي في عام 2017 ببليوني ريال عماني، مقارنة ب 306 مليون ريال عماني قبل 10 أعوام، بنسبة تعمين تصل إلى 92%. يقدر عدد موظفي البنك حالياً ب 542 موظفاً في عام 2017، حيث كان إجمالي العدد يقدر ب 146 موظفاً قبل 10 أعوام. قدم البنك خدماته قبل 10 أعوام من خلال 7 أفرع، أما مع نهاية عام 2017 وصل عدد الأفرع إلى 20 فرعاً، منها 7 أفرع للهلال للخدمات المصرفية الإسلامية. أما عن صافي أرباح البنك فتقدر ب 26.7 مليون ريال عماني في عام 2017 بالمقارنة مع 2.2 مليون ريال قبل 10 أعوام، وتقدر نسبة دخل التكلفة ب 35%، حيث أنها تعتبر الأدنى بين بنوك السلطنة. ومن الجدير بالذكر أن متوسط عائد القيمة المالية لعام 2017 هو 10.7%. أخيراً، فإن نمو العوائد المالية للبنك تقدر ب 214.6% خلال 10 سنوات الماضية، وذلك حتى نهاية عام 2017. ولأن أبناءنا هم مستقبلنا، وضعنا الأساس وأعلنا بدء مسيرتنا.